أجرى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي جولة تفقدية بالمنطقة الترفيهية في مدينة العلمين الجديدة بعد تشغيلها. وخلال الجولة جدد مدبولي تأكيد أن الدولة المصرية مستمرة في العمل بالمشروعات القومية القائمة على مستوى الجمهورية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لخدمة أهداف التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة المصرية، ومن بينها منطقة الساحل الشمالي، وما يتم من مشروعات قومية كبرى داخل مدينة العلمين الجديدة، والتي أوضح أنها تعد واحدة من المناطق الواعدة اقتصاديا على ساحل البحر المتوسط، مؤكدا أن الدولة تولي اهتماما بها لجذب المزيد من الاستثمارات الضخمة المحلية والأجنبية، ولا سيما بعد الطفرة الهائلة التي قامت بها الدولة في تنفيذ البنية الأساسية بهذه المنطقة.